بات الطريق لتحرير العاصمة صنعاء أقل صعوبة مما كان عليه، وذلك بعد تحرير تبة القناصين في جبهة نهم، وهي سلسلة جبلية تطل على جميع مناطق بران إلى أطراف منطقة ماسورة، كما تطل على مديرية أرحب شمال صنعاء. بعد أن استماتت ميليشيات الحوثي بالتمترس في جبل القناصين طيلة الفترة الماضية، تمكن أبطال الجيش الوطني من تحرير هذا الجبل الاستراتيجي في جبهة نهم بشكل كامل، بعد أن سطروا أروع الملاحم البطولية والتضحيات وتجاوزهم لحقول الألقام لإحكام القبضة عليها، حيث اعتبرها خبراء عسكريين اختراقا ميدانيا هاما وكسر كلمة السر للجبهة، إذ تعد سلسلة جبال شاهقة ومتقاربة وتؤثر بشكل كبير في سير المعركة. قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن ناصر الذيباني أكد خلال تفقده اليوم للمواقع المحررة أن الجيش الوطني ماضي في تحرير الوطن مهما كانت التضحيات، وإن الخطى متواصلة بثبات في سبيل استكمال التحرير وبسط سلطة الدولة الشرعية واستعادة مؤسساتها. نحن قادمون لا محالة، نحن نزداد ويزداد شوقنا ورغبتنا كل يوم للقتال من أجل الوصول للعاصمة صنعاء وتحريرها وعودة الشرعية. نحن مستمرين وبشوق لا وصف له لتحرير أرضنا وبلدنا، حتى وإن بذلنا المهج نحن نقاتلهم بجيش يحمل على أكفه الأرواح والمهج. ولأن هذه الانتصارات هي ثمرة لتضحيات أبطال الجيش الوطني، ثمن محافظ صنعاء اللواء عبد القوي شريف البطولات والانتصارات التي يحققها المقاتلين، وذلك أثناء زيارته لجبهة نهم. زيارتنا اليوم نحن أتينا نزور المنطقة السابعة والمقاومة ونحييهم، نحيي القيادة ونحيي الأفراد ونقبل الجبيه القيادة والأفراد، وأيضا في هذه اللحظات نترحم على أرواح الشهداء الميامين الأبطال الذين زفق دمائهم، وأيضا الجرحى الذين نحن جميعا نسير على دمائهم التي ترسم معالم المستقبل العظيم، المستقبل الذي نشهده الأجيال. نحن الآن نعتبر في آخر مكان في آخر السلسلة الجبلية تبدأ المعركة الأخرى، وهي المعركة إن شاء الله المعركة الفاصلة. ومن خلال النظر إلى مجريات المعارك يتضح لنا مدى الانهيارات والخسائر الكبيرة التي تتلقاها الميليشيات الحوثية، حيث أنه بعد استكمال تحرير هذه السلسلة الجبلية الاستراتيجية تدخل المعركة مرحلة جديدة وهامة في طريق التحرير والخلاص. هذه هي تبة القناصين التي تمكن أبطال الجيش الوطني من السيطرة عليها خلال اليومين الماضيين، وتعد هذه هي آخر السلاسل الجبلية الأكثر صعوبة هنا في جبهة نهم. بعدها ستنتقل المعركة إلى أرض مفتوحة وستكون أكثر سهولة حسب القادة العسكريين هنا. رشاد النواري، يمن شباب، نهم. نعم، وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف نائب مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة السيد صالح القطيبي. سيد صالح، في البداية سيطرت الجيش على تبة القناصين وعدد من المواقع الاستراتيجية بنهم، هذه الفرصة أعطى الجيش الوطني فيها أفضلية وجعل له الإمكانية لأن يشرف على عدد من مناطق المواجهات. أولا، هل بدأ الجيش العمليات العسكرية في المناطق، وماذا عن تحرير منطقة ماسورة تحديدا؟ تفضل. نعم، بعد تحرير تبة القناصين التي تمتد لأكثر من 3 كيلو والتي كانت تسميها ميليشيا الحوثية الانقلابية بتبة الصمود. نعم. وبعد أن تمكن أبطال الجيش الوطني من تحريرها يوم أمس، الآن انتقلت المعركة إلى مشارف قرية قبيلة مسورة إحدى مديريات نهم، وهذه الأرض مفتوحة وسهلة إذا ما قورنت بالأرض السابقة. نعم. حيث أنها أكثر وعورا لكثرة الشعاب والجبال والسلاسل الجبلية، والآن الجيش الوطني وأبطال الجيش الوطني يخوضون معارك حنيفة على مشارف قرى مسورة، وهذه المعركة
ستكون مقدمة للاتحاد جبهة الميسرة بجبهة القلب والتوجه صوب نبيل بن غيلان قريبا إن شاء الله. نعم، يعني سيد صالح، هناك تصريحات عديدة كانت للقادة العسكريين وفي مقدمتهم تصريح قائد المنطقة العسكرية الذيباني، والتي أكدوا بها بأن بهذه التصريحات أن سلسلة التحرير أو تحرير سلسلة جبال القناصين ستكون في القريب وستنقل المعركة إلى مديرية أرحب. هل فعلا نحن نقترب من تحرير أرحب أو المنطقة المطلة على مطار صنعاء الدولي، أم ماذا كان يقصدون من هذه التصريحات؟ نعم، يقصدون من هذه التصريحات بأنه بعد انتهاء الجيش الوطني من تحرير هذه السلسلة الجبلية الهامة والشاقة، وبعد أن تم تمشيطها وتحريرها نهائيا من ميليشيات الحوثي الانقلابية، الآن المعركة تتجه فوضى عزلة مسورة إحدى مديرية نيز، وهذه العزلة هي آخر عزلة في مديرية نيز، وبالتالي فإن المناطق الأكثر مفتوحة ستكون هي مديرية أرحب. وبالاستيلاء على نقيل بن غيلان قريبا يعني الاستيلاء على العاصمة في صنعاء، كونه يدل على ثلاث مديريات هي أرحب وبني الحارث وبني السيف. نعم، يعني ماذا عن الاجتماع الذي ترأسه نائب الرئيس؟ هل له من علاقة هذا الاجتماع وتحرير صنعاء؟ وبالأخص أنه الحدث المرتقب الذي يرتقبه الجميع هو تحرير صنعاء تحديدا، خصوصا بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح. نعم، هناك اجتماعات للقيادة العسكرية على أكثر من صعيد وعلى أكثر نظرية اجتماعات حسب ما تستدعيها المرحلة ويقتضيها الواقع. يتم من خلالها مناقشه تقدمات الجيش الوطني واعداد الخطط العسكريه التي يتم تنفيذها على ارض الواقع، ومثال شك فيه بانه من خلال ما رايته في جبهه نيز هناك اعداد كبيره وهناك يتم تزويد هذه الجبهه من العتاد ومن الرجال، والمعركه بدات وما زالت مستمره حتى هذه اللحظه. مستعية الجيش الوطني تكشف مواقع الميليشيات داخل قرى مسوره. نعم، يعني سيد صالح، اسمح لي سيد صالح، يعني الفريق محسن قال خلال الاجتماع بأن عزم الشرعية وأيضا وقفة الشعب اليمني وقفة رجل واحد وبالإضافة موقف دول التحالف هو من سيحقق النصر بشكل كامل على ميليشيا الحوثي الإيرانية. يعني هل من دلالة على هذا التصريح؟ وهل فعلا بفعل هذه المعطيات سيتحقق النصر بشكل كامل؟ نعم نعم، أؤكد لك من خلال منبر قناة اليمن سبب أن هذا نجده من خلال ملامسة الأحد، كلنا نرى أن هناك تجديد جبهتين بعدد من الأسلحة الجديدة التي لم تدخلها من قبل، يعني مما ينبئ أن هناك كاد سيكون قريبا لخوض المعركة الفاصلة والوصول إلى العاصمة في صنعاء. نعم، هناك بعد أن عرف الشعب اليمني أجمع بأن هذه الميليشيات لا مكان لها ولا وجود لها ولا تعايش معها بالمعنى الأصح. هذه الميليشيات نهبت وأخذت وقتلت ودمرت لا تعايش معها، والحل الوحيد هو حسم المعركة قريبا مع هذه الميليشيات بإذن الله. نعم، بالتأكيد الحل هو حسم هذه المعركة، وبالتأكيد أيضا بأن الجيش الوطني يواجه العديد من الصعوبات والمعيقات أمام حركة هذه التحرير، لكن كيف يتعامل الجيش الوطني مع الألغام الموجودة والتي تعيق تقدم قوات الجيش الوطني؟ من خلال ما رأيته يوم أمس بتبقى القناصين، رأيت ألغاما كما هائلا من الألغام التي تزرعها هذه الميليشيات. نعم، أظن بأن زرع هذه الحقول المتتالية على التوالي تعيد تقدم الجيش الوطني، لكن من خلال ما رأيت أن هناك تضحية وصمود منقطع النظير، لا يستطيع الإنسان ولسان الإنسان أن يصفه ولا أن يكتب عن صمود وأبطال وتضحية أبطال الجيش الوطني. هناك استبسال، هناك فرق هندسية تقوم بنزع الكم الهائل المهول، وأناس منظمات حقوق الإنسان أن تقوم بالنزول الميداني إلى هذه الأماكن لترى ما تعمله هذه الميليشيات. هذه الميليشيات لو لم يكن لها من الجرم إلا هذا الكم الهائل من الألغام التي زرعته في مناطق يسكن فيها السكان وآهلة بالسكان لكفاءها، لكن بحكمة وصمود أبطال الجيش الوطني يتم التعامل مع هذه الألغام من خلال نزعها، من خلال الفرق الهندسية، ومن ثم يتم تحرير المواقع. نعم، نائب مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة سيد صالح القطيبي، شكرا لك.